المراكز مشاهدينا الكرام هنا يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني ومن يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول زعزع، تعود الملكية لسيف بن بطي بن سيف السبوسي، هو من يحتل المركز الأول. المركز الثاني مبدع سعيد بن معيوب بن سالم الدرعي من يقدم مبدع، ويأتي مبدع بالإبداع في سن الإذاع مع المركز الثاني. أنتقل مباشرة إلى المركز الثالث ورا اللي واصل في هذه اللحظات المنطلقة مشاهدينا الكرام، يتقدم في هذه اللحظات يغير مباشرة إلى ثالث المراكز، يصل اللي هو الباسل سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من يقدم الباسل، وياتي مع المركز الثالث نقلة مباشرة مع المركز الرابع. يا سلام اللي في المركز الرابع الحذر سالم بن رخيت بالسم المنصوري ينتقل إلى المركز الرابع، وصول وقدوم مع المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع خامس المراكز. وصل مشاهدينا الكرام وانطلق غيار في هذه اللحظات، تعود الملكية ولكن يتسلل مع المركز الخامس، ينطلق هنا ذباح، تعود الملكية لطالب بن ناصر بن علي الغفران المري، وصل مع المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات ويتقدم بهذا المسار سلهود مطر بن محمد بن علي المنصور. يا سلام، ولكن القادم هنا من الجانب الآخر من يغير مباشرة إلى المركز السادس غيار، تعود الملكية لظافر بن راشد بن مسعود بن أحباب المظفري، هنا من ينطلق مشاهدينا الكرام. المركز السابع وصل في هذه اللحظات وانطلق مشاهدينا الكرام، أرى اللي هو لطام لخليفة بن حمد بن حميد بن عية الشامسي. أما اللي في المركز الثامن من يصل يتقدم ينطلق العاصوف لراشد بن سالم بن مطر بن حاذه الاكتبي. المركز العاشر وختام ندائنا الأول هنا يتقدم اللي هو بشار لحميد بن عبيد بن عفصان المنصوري. هكذا النداء الأول لهذا الشوط أكملنا كاملا مكمل، نعود مع البداية والعودة أحمد كالمعتاد مع مقدمة الشوط ومع البداية والمركز الأول. يا سلام، الباسل هو من يغير إلى مقدمة الشوط، يعلن حضور الباسل ويقدم الباسل في هذا الانطلاقة والمسار. هنا مشاهدينا الكرام السعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول اللي هو الباسل. المركز الثاني يتقدم ينطلق الحذر سالم بن مخيد بالسم المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث يا ترى هنا الوصول والقدوم والانطلاق من زعزع سيف بن بطيب بن سيف السبوسي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل العاصوف راشد بن سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي، يغير من مركز الى مركز العاصوف. يا سلام، وبيعصف الفوز والناموس بن حاذ هنا غير مباشره الى المركز الثالث. المركز الخامس وصل وانطلق سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري، اول إذاعة لسلهود من ياتينا مع المركز الخامس. اما اللي في المركز السادس القادم والواصل مسموح مسموح، تعود الملكيه لعبد الهادي بن حمد بن محمد المري. يا سلام، وصل في هذه اللحظات مع المركز السادس. المركز السابع يتقدم مشاهدينا الكرام وياتي غيار ظافر بن راشد بن مسعود بن احباب المظفري، هنا من يقدم لنا غيار، ولكن القدوم والوصول من مولع، تعود الملكيه لسعيد بن الصغير بن كنون الاكتبي. يا سلام، اول اذاعه المولع من ياتي بهذا المسار، وصل هنا وانطلق اللي ولطام عبد الله بن عتيق بن شامس العامري. يا سلام، واول اذاعه هنا ينطلق مع المركز السابع. المركز الثامن ينطلق اللي هو ملول سالم بن سعيد بن الزفنه العفاري. يا سلام، الاسامي بدات تظهر، الكل بحث عن الفوز وعن الناموس وعن التهاني والزعفران والسياره بالانتظار. يا سلام، يا ترى لمن الفوز في هذا الشوط الملي بالقعدان الاذاع. يا سلام، 2 كيلو، وذكر لي من يريد انه يفصلنا عن خط النهايه وعن السياره وعن الفوز والناموس. وما زال الباسل، الباسل في المقدمه، الباسل مع الصداره هو في مقدمه الشوط، معلن حضور السعيدي مع القياده ومع المسار الاول. تعود الملكيه لسعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي مع مقدمه الشوط. المركز الثاني اللي هو العاصوف راشد بن سالم بن مطر بن حاذه
يكتبي مع المركز الثاني المركز الثالث. يا سلام أرى القدوم هنا نتقدم لكي نرى القدوم في هذه اللحظات. يا سلام والمساري والانطلاق من قبل مسموع عبد الهادي بن حمد بن محمد المري واللي واصل هنا يتقدم هملول لسالم بن سعيد بن الزفنة العفار. يا سلام ولكن أرى القادم اللي هو البرسيم أو البريسم لصالح بن خلفان بن راشد الغفلي أول إذاعة البريسم. نعود مع 1400 متر عن خط النهاية. الأمور تغيرت الأمور هنا. انطلق بن حادة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول يبي الفوز يبي الانتصار يبي الناموس. يا سلام وكما ذكرت وكما سلفت بأنه العاصوف قلت لكم بيعصف هذا الشوط. يا سلام 1200 متر عن السيارة عن الفوز دير البال يا بن حادة. الكل بدأ يتقدم الكل بدأ ينطلق هنا العاصوف مع البداية. المركز الثاني الباسل يا سلام مع المركز الثاني هنا المركز الثالث اللي واصل هنا من الجانب الآخر. يا سلام الكل الكل باحث عن ناموس هذا الشوط. الكيلو متر الأخير لا بعد كيلو إلا الناموس لا بعد كيلو إلا الفوز إلا الانتصار. العاصوف الباسل الباسل والعاصوف القعدان المهجنات الأصايل. يا سلام ولكن أشوف شيء يا الحبسي وصل هنا وانطلق في هذه اللحظات مبلش سعيد بن علي بن حمد الفهيده المري وصل مبلش وبيبلش مبلش ولكن الباسل 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 غادر العاصوف غادر مبلش واصل انكب مبلش مبلش قادم بكل قوة. يا الباسل يا العاصوف ديروا البال من مبلش مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا هو شوط يا هو إبداع لسن الإذاع. العاصوف الباسل مبلش مبلش العاصوف 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 مبلش العاصوف الباسل ولكن مبلش مبلش دير البال يا بن حادة مبلش مبلش بيبلشنا كما قلت لكم كما ذكرت مبلش مبلش أبلش الجميع إلى الناموس إلى الفوز إلى السيارة إلى الانتصار. يا سلام من قدم مبلش في هذا الشوط في هذا الانطلاق اللي هو سعيد بن علي بن حمد الفهد المر. يا سلام غادر بالفوز غادر بالناموس بالتهاني بالسلامات بالزعفران. ها هو لحظات الوصول لحظات الفوز لحظات الناموس والانتصار. تهانينا والناموس نزفها لمالك مبلش سعيد بن علي بن حمد ألف هيده المري على هذا الفوز والإبداع والانتصار. المركز الثاني وصل في ثاني المراكز العاصوف تعود الملكية قدم عرض شكل عليها راشد بن سالم بن مطر بن حادي الكتبي. المركز الثالث الباسل لسعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. أما المركز الرابع كان من نصيبه اللي هو الصداوي لعبد الله بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي. أما المركز الخامس كان من نصيب خامس المراكز شاهين لحمد بن سالم بن حمود أو حمد بن سالم بن حمود العمري. تهانينا والناموس. هو أمامكم مبلش 9 دقائق 21 ثانية قطع المسافة في زمن وقدر 9 دقائق 21 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك مبلش على هذا الفوز والإبداع والانتصار. أما المركز الثاني التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 9 دقائق 22 ثانية 8 من الأجزاء. من احتل المركز الثاني اللي هو العاصوف لراشد بن سالم بن مطر بن حادي الكتبي. أما المركز الثالث وكان التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام الذي وصل الباسل سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي 9 دقائق 22 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء والانطلاقات أيضا تستمر في أرضية هذا الميدان ضمن هذا المهرجان الكبير مهرجان المرموم التراثي الذي ينطلق مشاهدينا الأعزاء لعام 2015. نتواصل مع انطلاقات وتحديات سن الإبداع وهو سن الإيداع حيث أعلنت ونذكر قبل هذه الانطلاقة ومسار أيضا هذا الشوط بأن انطلاقة الفترة المسائية سوف تكون بمشيئة الله في الساعة 2:00 من بعد ظهر هذا اليوم. نذكر بأن الانطلاقة المسائية لأشواط الرموز سوف تكون في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهيرة هذا اليوم.